نظمت مديرية الصحة بالإسكندرية بالتعاون مع مؤسسة حياة كريمة قافلة طبية في قرية الروضة بمدينة أو بمنطقة أبيس السابعة. وتأتي القافلة العلاجية ضمن الخطة المدرجة من وزارة الصحة وتستمر لمدة يومين. تم الكشف والعلاج مجانا لحوالي 1300 مواطن. المعدل بتاع التردد هي لغايه النهارده احنا معديين تقريبا 1300 مريض لغايه دلوقتي، ولسه القافله مستمره. القافله معلنه من قبل وزاره الصحه على الصفحه الرسميه وعلى صفحه المديريه، واحنا عندنا تقريبا كل شهر من 8 ل 9 قوافل، اوقات بنوصل ل 10. القوافل داخله من ضمن مبادره 100 يوم صحه، المبادره الاساسيه اللي بدات يوم 25/6 وتخلص ان شاء الله يوم 6 اكتوبر. لقينا النهارده وامبارح في اقبال شديد جدا من المواطنين، خاصة في قسم الأطفال وكبار السن والجراحة العامة.